الجيش التركي يعزز وجوده في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسجل في الساعات الأخيرة وصول أكثر من 350 جندياً مع آلياتهم إلى المنطقة. جبل الزاوية يتمتع بأهمية استراتيجية ولا سيما بالنسبة للطريق السريع أنفور الذي يربط أكثر من مدينة سورية. وتعد منطقة جبل الزاوية الواقعة بريف إدلب الجنوبي الجبهة الساخنة بين الأطراف العسكرية المتصارعة شمال غربي سوريا. وفيما يعمد الجيش التركي إلى حشد قواته في جبل الزاوية، قام بإخلاء نقاط في ريف حلب الجنوبي ولا سيما من معمل كوراني، وعمد الجنود الأتراك إلى إحراق بعض ما تبقى من آثارهم. وعملت تركيا منذ بداية شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي على تعزيز وحشد جنودها في منطقة جبل الزاوية جنوبي أوتستراد أمفور بعد سحب نقاط لها من ريفي حماس الشمالي وإدلب الجنوبي الواقعتين تحت سيطرة القوات السورية. توازياً يحشد الجيش السوري قواته في ريف حما على تخوم الجبل، حيث يسعى إلى الوصول إلى الطريق الدولي حلب اللاذقي المعروف بأمفور عبر بلدات جبل الزاوية. ولا تخفي دمشق نيتها استعادة السيطرة على تلك المنطقة في الوقت الذي تحاول فيه تركيا تثبيت احتلالها لها.